السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. معكم ميس هبة رجب. النهاردة إن شاء الله سنقول هنكمل مع بعض شرح منهج كونكت 1 من كتاب المعاصر 2024 فصل الدروس الأول. والنهاردة معانا الوحدة الرابعة كلها. الوحدة الرابعة عنوانها It's my birthday، إنه عيد ميلادي. It's my birthday. نشرح الوحدة الرابعة كلها النهاردة، رحلة تدريباتها من كتاب المعاصر. تبدأ معانا الوحدة الاسم من الدرس الأول بالنمبر 81 صفحة 81، تمام. شرح وحل الوحدة الرابعة يونت 4 It's my birthday. عندنا بقى النمبرز الارقام يا اولاد. كم العمر يعني هاو اولد، هاو اولد ار يو يعني كم عمرك، هاو اولد ار يو كم العمر، هاو اولد، هاو اولد. عيد ميلاد بيرثدي، 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 بيرثدي. عندي نمبرز الارقام 6 6 6، خدنا 1 2 3 4 5 في الوحده الثالثه. 6 6 6 6 7 7 7 7 تمانية ايت، فيها جي اتش وليد سايلنت مش منطوقة. تمانية ايت ايت، تسعة ناين ناين ناين، عشرة تن تن تن، سكس سكس، سيفن سيفن سيفن، ايت ايت ايت، ناين ناين ناين، تن سكس سيفن ايت ناين تن، سكس سيفن ايت ناين تن، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تمام. مطلوب مني احفظ الارقام بكلماتها. طيب بيقول لك look read and complete 7 s e v e n s 10 t e n 8 8 e i g h t it's my birthday. تي اتش بتجيب اس birthday. 82 82 المحادثة listen and read. الولاد بيتكلموا بعض عن عيد الميلاد. أميرة بتقول I am 10 عندي 10 سنوات. How old are you honey؟ How old are you honey؟ كم عمرك؟ How old are you؟ How old are you؟ رد وقال I am 6 I am 6. واقف يوسف I am 62 I am 62 يعني أنا أيضا عندي 6. لما حد يقول أنا عندي مثلا عمر معين وأنا زيه أقول له I am كذا 2 I am 62، يبقى بقول I am وبعدها عمر يا أولاد. أسأل بهاو أولد أر يو وتقول I am وبعدها العمر. ده مين بقى هاني؟ إيه الولد اللي واقف معاهم ده؟ قال I am 7 I am 7 يعني عندي 7. 83 How to ask and answer about people's ages؟ ازاي اسال عن الاعمار؟ How old are you؟ ده السؤال والاجابه I am. How old are you؟ I am وبعدها النمبر الرقم. How old are you؟ I am 8 عندي 8. I am 7. واحد قال لي عندي 7، انا اقول له I am 7 تو، انا كمان عندي 7. لاحظ ان I am اختصارها ايه ولا اختصارها I am. How old are you؟ I am 10. How old are you؟ I am 6. تمام. بيقول لك read answer and write، اقرا اجب وقت. هتقول عمرك how old are you، هتقول له I'm مثلا عندي ايه، تقول مثلا 30. لا هكتب رقم اللي عليكم النهارده، اقول مثلا I'm 10 تمام عندي 10. I'm 10 how old are you I'm 10. 84 How old are you? How old are you? How old? How old are you? I am 6. 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 How old are you? Count, color and complete. هنعد. عاوزك تلون 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 8. عاوزك تلون 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. هتلون 6. عاوزك ايه تلون 7. 1 2 3 4 5 6 7 S E V E N 8 8 E I G H T 1 2 3 4 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N I N A 85 هنكمل الكلمات. 86 تدريبات الدرس الأول activity lesson 1 10 تن اكتب الكلمات T A N 6 6 S I X 8 8 E I G H T read and circle 9 7 school لا birthday حفلة 10 ولا 1 10
لوك اون سكرام بالاند رايت، انظر وعي ترتيب الحروف واكتب 7 اس اي في اي ان، 5 5 اف اي في اي، 9 9 ان اي ان اي، طيب 6 ايم كام دي ولات 8 ايم 6 اس اي اكس اتس واي ايه ولات بيرس للعيد ميلادي eighty seven complete the missing numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 count and write 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تعالى بقى how old are who old are you ولا how old are you how old are you I am 4 ولا blue I am 4 I am 6 2 أيضا I am ولا I is I am 7 how old are you ولا how many are you how many are you طبعا how old are you دي جملة خط 88 count and match 1 2 3 4 5 6 وصل بالصوابع يا ولاد 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 لا يا ولاد أسفة جدا فين ال 8 اهي بعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دي ال 9 بقى 5 4 9 look and circle the correct number 3 3 7 7 10 10 9 9 بره الكلمة واخد الرقم بتاعها من عليه دايرة 89 الدرس التاني فونكس الصوتيات عندي صوت السي بنطق ك ودي بنطقها زي الواو كده طبعا السي بتاعت القاهرة كايرو معمولة كابيتال عشان دي مدينة كايرو القاهرة كايرو 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 بطاقة كارد 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 شمعة كاندل 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 كيكة كيك 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 القاهرة كايرو 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 كارد كارد كاندل كاندل كيك كيك الأو بتاعت أمنية عشان كابيتال لأنها اسماء أشخاص يبقى أمنية أمنية أورنج 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 أوليفز 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 أون على أون 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 كايرو كايرو كارد كارد كاندل كاندل كيك كيك أمنية أمنية أورنج أورنج أوليفز أوليفز أون أون على أون أون على أون القاهرة كايرو كايرو كارد كارد كاندل كيك أمنية أورنج أورنج أوليفز أوليفز على أون أون It's an orange. It's my birthday card. It's a cake. I live in Cairo. نكتب الحروف الناقصة. 90 صفحة 90. هنعيد على السي كابيتال سي سمول. نعيد على الكلمات كلها و كابيتال او سمول وكلماتها. 91 تدريبات الدرس التاني. تعالى بقى لناص هنا on cake كايرو بكتب الحروف الناقصة كايرو فين كايرو يا ولاد اهي فيها كايرو طار برج القاهرة كاندل شمعة ايه دي كارد ولا اورنج اورنج كاندل ولا كارد كاندل اورنج ولا اوليفز اوليفز كيك ولا كاندل كيك 92 ريد اند ماتش امنية اوليفز كارد
olives, candle, card. كارد ولا كاندل ولا اورنج؟ اتس ان كاندل. ايه ده؟ كارد. دي جملة خط. ايم امنية. 93. كولرز الالوان: برتقالي اورنج، اورنج احمر، ريد ريد ريد، اصفر يلو، يلو يلو، اخضر جرين، جرين جرين، ازرق بلو، بلو بلو، اسود بلاك، بلاك بلاك، اورنج اورنج، ريد ريد، يلو يلو، جرين جرين، بلو بلو، بلاك بلاك بلاك، اورنج اورنج، برتقالي اورنج، برتقالي اورنج، احمر ريد ريد ريد، اصفر يلو، يلو يلو، اخضر جرين، جرين جرين، ازرق بلو، بلو بلو، اسود بلاك، بلاك بلاك، بالونة بالون، بالون بالونة بالون، بالون بالون. اكتب الكلمات: اخضر جرين، ولا اكتب بالون؟ ماشي، لو عايز بالون هكتب بالون، وعاوز اللون هكتب جرين. طيب ده ايه؟ لون. وده اورنج. بس هو هنا يا ولاد عايز الكلمة، لأن لو عايز اللون كان عمل ايه اللون كده، يعني كان عمل ايه زي شكل اللون ده كده بس لون اخضر، وعايز البالون كده. 94. To describe objects، ازاي تصف الأشياء؟ one بنجيب النمبر، one بعد كده نجيب اللون color، بعد كده الشيء. one blue balloon، بالونة واحدة زرقاء. six green candles، six green candles، بسكت الرقم واللون والحاجة نفسها، الرقم واللون الحاجة نفسها. five orange، five orange oranges، خمس برتقالات برتقالي. تعالى there are four، ايه يا ولاد؟ ايه ده؟ yellow cars، لونهم اصفر. there are three، تلات أقلام لونهم ايه؟ بعد كده 95 كلمات هنعيد عليها، 96 تدريبات الدرس. ايه ده؟ بلاك، بي ال اي سي كي او ار اي ان جي، احمر ريد. ريد اند كولر، بلو ده لون ازرق واصفر واحمر، هتلون بقى بالالوان دي. ايه دي؟ بالون. وده ايه؟ جرين. وده ايه؟ اورنج. ان سكرامبل بلو، بي ال يو اي، بالون اورنج. 97 يلو بلاك ريد، اتس ا لون ده ايه ولاد؟ ريد، قلم احمر. طيب يلو باك، تو يلو بالونز، two yellow balloons، بالونتين صف. three green candles، ثلاث شمعات لونهم أخضر. four black cars، أربع سيارات لونهم أسود. six green balloons، two blue ولا yellow pens، طبعا blue. دي جملة خط، صفحة 100. أكتب لي سؤالين فور تدريبات الوحدة الرابعة. أورنج كارد، بلو تعالى نريد ان ماتش بقى، تعالى نوصل. I have three blue balloons، ادي البالونات الزرقاء. It's my birthday، ده عيد ميلادي، انا رسمت عيد الميلاد. six green candles، ست شمعات لونهم اخضر. ده عنده كام سنة يا ولاد؟ 1 2 3 4 5 6 7. I am 10 ولا I am 7؟ طبعا I am 7. 1 2 3 4 5 6، I am 6. 1 2 3 4 5 6 7 8، I am 8. 101. Look and read the missing, write the missing letters. ايه ده بقى؟ numbers، ارقام. N U M B، olives yellow. How old are he ولا are you؟ How old are you؟ I am 3، 3 سنوات. انا عيد ترتيب الحروف: red ودي 6 ودي card.
Look and write the words. اكتب الكلمات. Olives. Cake. Candle. It's my birthday. دي جملة خط. هاتولي بقى صفحة 106. عندي activities and it's 1 2 3 4. أول 4 وحدات. تدريبات شاملة على الـ4 وحدات. بيقول لك read and match. It's my ruler. دي مسطرتي. This is an orange. برتقالة. It's a cake. إنها كيكة. ده بين ناقصة بيت تقيلة. Red ناقصة R. Hair ناقصة H. Candle ناقصة C. Pen. Cell. Case. رقبة neck. 5 5. يد hand. ايه ده؟ hand. book. بص كيك وبن 107. بن ولا بنسل؟ بن. سيل. open your book ولا close your book؟ open your book. color and write. هلون orange. sharpener. candle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تعال نختار this is ولا this are. my nose. 1001. this is. what is your age ولا name. I am فاطمة. اسم فاطمة. what's your name. this is my hand ولا hands. دي مفرد يبقى hand واحدة. I wash ولا comb my face. اعمل ايه الشعر اللي وشي اغسله. I wash my face. touch your ولا stand your ear. touch your ear. المس ايه اذنك. I have 6 blue candles ولا candles. candles علشان جمع. دي جملة خط. كده يا ولاد بفضل الله نكون انتهينا من شرح الوحدة الرابعة. It's my birthday. للصف الأول الابتدائي من كتاب المعاصر 2024 فصل الدراسة الأول. أي حاجة محتاجينها موجودة في قائمة تشغيل الصف الأول الابتدائي. بحل واشرح من كتاب بيت وكتاب المعاصر. ياريت نعمل لايك ونشترك في القناة عشان يصلنا إن شاء الله كل جديد. ياريت نعمل متابعة على صفحة الفيسبوك ومس هبة رجب نفس اسم القناة. بننزل عليها الورق المحلول وبنرفع عليها فيديوهات وبننزل عليها حاجات مهمة جدا. ياريت نعمل متابعة للصفحة يا ولاد. بتمنى لكم نجاح بر والتوفيق بإذن الله. كانت معكم مس هبة رجب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.